بسم الله الرحمن الرحيم. اسقونا من رحيق مختوم ختامه بسم الله، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فيا ايها القارئ به متمسكا اجل الله في كل حال مبجلا، هنيئا بريئا والداك عليهما ملابس انوار من التاج والعلا، فما ظنكم بالتجل عند جزائه؟ اولئك اهل الله وصفد الملا. بسم الله بدأنا وبسم الله نختتم مع خير الحديث وطيب الكلم القرآن الكريم. يشرق بها تلاوة سالكم العالم القرآني الإذاعي قارئ مصر والعالم الإسلامي أجمع، فضيلة القارئ الشيخ عبد الواحد عبد الفتاح العربي القارئ والمقيم بمركز مدينة شمش. نماله بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع، انها ولي ذلك والقادر عليه.
ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. يا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم
يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات يغفر لكم ذنوبكم ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وبشر المؤمنين
يا راجعين
فادخلي في عبادي فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. الفاتحة. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. امين. وقرأ القرآن الكريم يا حامل الزبري ابشر بخير شنان في ساعة العشر. وهكذا يا اخوتي الايمان والاسلام عشنا خاشينا من صديق بعد تلاوة القرآن المباركة تلاها على من سمع حضرتكم قارئ جمهورية مصر العربية والمقيم بمحافظة المنوفية فضيلة القارئ الشيخ عبد الواحد عبد الفتاح العربي القارئ المقيم بمركز ومدينة أشموش. كان معكم بتوفيق من عند الله الإذاعات الصوتية والهندسة الكهربائية ومخازن الفراشة الحديثة الكبرى. تطلب أتوك لإدارة المتوكل على الله محمود زين وأولاده ببير شمس. أيها السادة لا يضيع بالدعاء للفقيه بالرحمة وليأله بالصبر والسلوان ونزيل عائلة. تقبل الله عزاءكم وشكر الله وسعيكم جميعا. وبهذا نتائج إذاعتنا من هذا المكان وراديو محمود زيان. والسلام عليكم ورحمة الله.